طالبنا سيد الوزراء بعدم المساس لرواتب الموظفين وأيضا رواتب المتقاعدين. هناك مزدوجي الراتب ورواتب رفحة والرئاسات والدرجات الخاصة بالإمكان التخفيض من رواتب هؤلاء، أما بالنسبة للموظفين أو المتقاعدين هؤلاء خط أحمر لا يمكن المساس برواتبهم جملة وتفصيلا. ما من المعقول اليوم ناس في بيت 10 نفرات ما يستلمون راتب، وتجي تلقى لك بيت بنفرين يستلمون 4 رواتب. احنا هذا واجب الحكومة اليوم أن تسوي جرد في جميع المؤسسات، وبالتالي يجب أن يكون هناك يشرع قانون أو تعديل القوانين المشرعة سابقا. أيضا لابد من أن نبين حقيقة أن رواتب الدرجات الخاصة المستهدفة يعني تمثل نسبة قليلة جدا. المهم هو تعزيز وتعظيم إيرادات الدولة، وأعتقد أن الحكومة إذا سعت بوضع برنامج دقيق لإعادة جدولة الأموال خصوصا المنافذ الحدودية ومزاد الدولار في البنك المركزي وبعض الأموال هنا وهناك، نحن ليس بحاجة أبدا لاستقطاع رواتب الموظفين أو الإجراء اليومين أو العقود. معني به وزارة المالية مع وزارة التخطيط، كون التقاطع في الرواتب إن صح التعبير في حاسبات ومنظومات وزارة المالية، يعني هو صراحة في الجنب التنفيذي، وأعطى تقرير كامل إلى اللجنة النيابية المالية أو إلى مجلس النواب عموما بتقرير مفصل بأكثر المواطنين العراقيين الذي لديهم أكثر من راتب. إذا احتاجت المؤسسة التنفيذية وزارة المالية بعض التشريعات أو بعض التعديلات على القوانين لا تكون هناك موانع من البرلمان.